السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، والله ما أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أطلت الأمر يا رب. إياك. إحنا عملنا فلوس في البنك، وبدل ما نطلع الفايدة بندفع، بنطلع إحنا الفلوس من بره من غير ما نروح من جوه البنك. بتطلع ايه ليه؟ يعني هم في فوائد بتطلع على الفلوس، بدل ما احنا نروح نجيبها من البنك، احنا بنطلعها احنا من الفلوس اللي موجوده في البيت. يعني انت تخرج الفوائد التي ستحصل عليها من البنك تخرجها من بيتك، وبعد كده تتصرف حتى تسوي حساباتك انها انك لن تأكل الربا. لا بأس.